أما أدلة سخيفة، ما واحد هذا اسمه رياض ونحييه بالمناسبة ربي يحفظه من قبلات، تعرف التهم نتاع الداخلية باش نبين لك الأدلة السخيفة، حاطينه اللي هو على الساعة الثالثة كان في جامع الفتح، على الساعة الثالثة وربع كان في قبلات يداهم مركز الحرس، ما شاء الله سوبرمان هذا، ربع ساعة كيما القاضي سوبرمان. جا قتل شكري بالعيد، بعد طلع لي الشعام بيزرع لغم، تفجر الدبابة، أهبط مش عام بيرجع قتل البراهمي، عاود يطلع لي الشعام بيذبح الجنود، طوع عاود أهبط، الله أعلم، يحضر في القائمة متاع الاغتيالات، لينا بن مهني، هيثم المكي، هذم الكل مترطة فيهم القاذقاذي، وما نيش عارف شكون أبو بكر الحكيم.